المتدخل أو المتدخلة الأخيرة في مجال الصحة قبل أن نحرر الكلمة لفخامة رئيس الجمهورية. شكرا. مدسان كوماندا خالد البيا جراح قلب وشرايين. سيد الرئيس أشكر لكم إتاحة الفرصة، لأن أولا فرصة لها الشباب كامل أنه يحلم. نحن هم تركنا حلم الموريتاني مستقبل إن شاء الله جاء. مشاكل الصحة ما تقدر تلخصها في دقيقة ولا دقيقتين، غير كيف قال المتدخل الأول، فيه مجموعة من الشباب وكنت مسرور بالعمل معهم، أعدوا أيام تفكيرية، وهذه الأيام التفكيرية نتائجها ستقدم غدا في ورشة الصحة وإن شاء الله ستصل إليكم. بالنسبة له نضرب مثل بسيط، أنا جراح قلب وشرايين، كنت نشتغل في أوروبا، كنت في باريس وجيت الموريتاني على أمل أني نفيد وطني، وهذا ما هو شيء يقرر في موريتاني، هذا واجب علي. يا غير إلين اللي جيت اللي هون والإمكانيات موجودة والمرضى موجودين، للأسف الآن عندي بالضبط سنتين، الأمور تحسنت كثيرا، وفي سنتين بالضبط عدلت 800، ما هو أنا وحدي، الفريق كامل اللي معي عدلنا 834 عملية في المستشفى المركز الوطني لأمراض القلب. يا غير فما جراحة القلب المفتوح، وهذا قد يعدل في موريتانيا، وعندنا الإمكانيات المادية يا غير لحد الآن ما فتعت تعدل. سبب بسيط، قال لنا مكاين بسيطة ومستلزمات بسيطة، مثل حكام لخمسين مليون عدلنا فيها أكثر من رسالة الأولى الثانية الثالثة، ومع حسن نوايا الوزراء اللي تعاقبوا علينا كاملين المواعيد بعد ست أشهر بعد ثلاث أشهر إلى حد الآن ما اعتمرنا. وأنا من هذا المنبر نأكد لكم إن اللي يوفروا المستلزمات والمعدات ياسر من الخلق اليوم يقيس تونس والمغرب ويقيس دول أخرى خارجية يحتاجوا عمليات قلب مفتوح بسيطة تعدل هنا في موريتانيا، وهذا ما هو شيء مستحيل. السلام عليكم. شكرا كثيرا لكم.